السيدات والسادة الحضور، نبدأ الآن مع حضراتكم جلسة نقاشية يشارك فيها كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، فليتفضل. السيد دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو، فليتفضل. الشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية IFC، فليتفضل. الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، فليتفضل. الدكتور حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ونائب رئيس محكمة النقد الأسبق والخبير لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، فليتفضل. المستشار محمود فوزي أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، فليتفضل. أرحب بحضراتكم مجددا كل السادة الضيوف معالي الوزراء والسفراء في هذه الاحتفالية المتميزة التي بالتأكيد نفخر بها كلنا كمصريين. طبعا بعد ما استمعنا مع حضراتكم لملامح هذه الاستراتيجية، هناك أربع أهداف أساسية هي حوكمة البنية المؤسسية، تهيئة البيئة التشريعية، وتفعيل المردود الاقتصادي، وأخيرا وليس آخرا هو توعية فئات المجتمع بأهمية ودور الملكية الفكرية ومردود ذلك على الفرد والمجتمع. أبدأ بالسؤال وأوجه هذا السؤال للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. بالتأكيد الملكية الفكرية بتؤثر على مختلف مناحي الحياة، ولكن ما هو دورها في الحفاظ على الصحة العامة وخاصة إتاحة الدواء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر حضرتك وبرحب بالسادة الحضور. الحقيقة يعني يمكن الرعاية الصحية وقطاع الدواء هو من أكثر المستفيدين بالابتكارات والعلوم الخاصة بالتكنولوجيات الحديثة، ومن هذا المنطق دخول من خلال العقد الماضي والعقد القادم الاتجاه كله بيتوجه نحو الطب الشخصي أو الطب التجددي، وده معناه أن هيظهر في الفترة اللي جاية كم كبير جدا من براءات الاختراع ومن الأبحاث العلمية اللي تصب في هذه المصلحة. كان لازم يكون في سياسات حامية للملكية الفكرية وحامية لحقوق الباحثين في هذا المجال الحيوي الكبير جدا. إذن حماية الأفكار والابتكارات لابد لها من تشريعات تحميها علشان تبقى مشجعة لبيئة العمل، وطبعا مصر يعني غنية جدا بالكفاءات العلمية والبحثية، والدليل أن معظم الأبحاث العلمية المنشورة دوليا في قطاعات العلوم المختلفة يتصدرها دائما قطاع الطب والدواء. ومن هذا المنطلق كانت تشجيع عالم الأعمال للاستثمار في هذه المجالات وحماية حقوق العاملين في هذه المجال كان من المعايير الأساسية للبحوث العلمية في مجال الصحة. ليس بجديد أن السياسات والتشريعات الوطنية اللي تتماشى مع المعايير الدولية، زي ما احنا النهاردة بنطلق الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية، ده الحقيقة بيؤدي إلى استحضار كثير من الابتكارات في مجالات العلوم الطبية، أيضا المستحضرات الدوائية، ومصر غنية بالبنية التحتية الضخمة جدا في مجال الصناعات الدوائية اللي ممكن يتم بعد هذه الاستراتيجية استغلال هذه المقدرات لصالح المواطن المصري. إذن إدارة الملكية الفكرية والمعرفة الأساسية بحقوق الملكية الفكرية ونشر هذا الوعي في بيئة الأعمال وبيئة البحوث العلمية في كل العاملين هيؤدي إلى شكل كبير جدا إلى تطور الرعاية الصحية، وهيبقى تطور أيضا الدواء. ويمكن شفنا في فترة الكوفيد إزاي الدول تصارعت بشكل كبير جدا في الابتكارات الخاصة بالأدوية والعلاجات المختلفة في عصر كان يمكن في عدم وضوح لكثير من الأمور والأسئلة في عالم الوباء الماضي.
وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر الحقيقة هيكون له أثر عظيم، مش بس على تحسين الخدمات الصحية ويعني وجود دواء آمن وميسر وبأسعار يعني نقدر ان احنا المجتمع المصري تبقى مناسبة ليه، لكن كمان هيبقى ليه دخل بالنمو الاقتصادي، لان النهاردة الرعاية الصحية وايضا صناعة الدواء هي جزء من الاقتصاد العالمي وجزء من الاقتصاد المصري. فالنهاردة احنا بنحتفل بهذه الاستراتيجية اللي هيكون لها اثر كبير جدا على مستقبل مصر في الرعاية الصحية وصناعة الدواء. اشكر حضرتك. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. والآن اسمحوا لنا نحن نرحب مرة أخرى بالسيد دارين تانك، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO. It's a pleasure to have you with us here in Cairo and in Egypt. Welcome. شكرا أن تكون معنا، شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم. حضرتك بهذا السؤال عن أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وكيفية الدعم المأمول من المنظمة العالمية. السلام عليكم again. السلام عليكم، إنه لمن دواعي سرورية أن أكون معكم اليوم وأن أكون معكم هذا الحضور الجلل ومعالي الوزراء والسادة السفراء. أعتقد أن هذا سوف يدعونا لفكرة الانتقال بالنظر في الماضي وبالنظر في كيفية التعامل مع الملكية الفكرية في السابق. هذا يأتي في خدمه بأحد الأمور الهامة التي لابد أن نراها من منظور المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية. وكما رأينا منذ قليل مع زميلنا هنا المسؤول عن لجنة وضع الاستراتيجية، أعتقد أننا الآن نستطيع أن نرى من خلال ذلك أن حقوق الملكية الفكرية لابد أن تكون رمزا وأساسا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. عندما ننظر في الأبعاد المختلفة والإمكانيات المختلفة للملكية الفكرية وكيفية طرح هذه الإمكانيات للمصريين وللجميع حول العالم، لابد أن ننظر في ذلك من خلال منظور الإيكو سيستم أو النظام البيئي. عندما ننظر في ذلك أيضا من منظور أفقي، سوف نرى أن هناك بعض من الدعم الذي لابد أن يتقدم من كل الجهات العاملة، من الباحثين، من الجهات القضائية، من الجهات المعنية، من الوزارات. إذن هذا يدعونا ويساعدنا إلى أن نضع نصب أعيننا التعاون والتنسيق، وهذا قد يكون فقط متوفر إذا كان هناك استراتيجية وطنية متماسكة تأخذ في طياتها كل الجهات والوزارات المعنية وكل القطاعات من القطاعات والسلطات القضائية والتي تساعد على وضع نظام وبيئة مناسبة وقوية وداعمة. لذلك في الحقيقة أشعر بعظيم الفخر أن أرى أن مصر تقوم بإطلاق الاستراتيجية الأولى من نوعها، ومصر طبعا هي يعني بذلت مسعيها في ذلك، وأيضا ينضم إلى مصر عدد من الدول النامية الأخرى التي نستطيع أن نرى أنهم يقوموا بتقديم بعض من المجهودات في هذا الصدد، مثل فيتنام على سبيل المثال. هناك بعض من الدول النامية والأقل نموا أصبحت أن تنظر في رؤية حماية الملكية الفكرية بأنها أحد أهم الأذرع. لذلك كما نرى هنا بمصر، ورأينا مثلا بعدد من الممثلين أو العلماء أو أصحاب الشركات الناشئة المصريين يستطيعوا أن ينتقلوا بأفكارهم وبصناعاتهم عبر الدول ومناطق المختلفة. لذلك أعتقد أن هذا سوف يلعب دورا محوريا ونقل موعية بالأخص مع الشركاء المعنيين، وأن هذه تعد خطوة غير مسبوقة مصر. ولابد أن نضع بالنسبة لنا أن نقوم بوضع هذه الاستراتيجية وتنفيذها بما يتسق مع أفكار وطموحات WIPO. شكرا جزيلا. شكرا للسيد دارين تانك المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. وأنتقل الآن للشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية IFC. It is a pleasure to have you with us and welcome to Cairo and Egypt. كنا معنا اليوم ومرحبا بك في بلدك الثاني مصر. أرسل بهذا السؤال عن أوجه التعاون المستقبلية في إطار أهداف ومشروعات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. Thank you very much. شكرا جزيلا
أصحاب المعالي السيد معالي الوزير دكتور مصطفى مدبولي، السادة الوزراء والحضور الكريم، أود أن أتقدم بداية بتهنئتكم على هذا الحفل. وفيما يتعلق بقضية حماية حقوق أمريكية الفكرية، قضية هامة جدا بالنسبة لآي إف سي، لأن هذا قد يساعد في أن يكون لدينا انخراط قوي مع القطاعات المختلفة، لا سيما قطاعات القطاع الخاص. وقد رأينا ربما أن هناك بعض من الفجوات في حقوق في قوانين خاصة بحقوق الملكية الفكرية، لذلك من المهم جدا أن الأعمال تكون تحظى ببيئة داعمة وبيئة تمكينية. لذلك في هذا القطاع ربما كان هناك بعض الثغرات التي لم تمكن الأعمال ذات الصلة أن تكون أن تحظى ببيئة ممكنة. لذلك كما نرى هنا بمصر، كما رأينا عبر السنوات المختلفة، أن يكون هناك انخراط قوي ما بين القطاعات العامة والقطاعات الخاصة يعد أحد أهم المحاور لإنجاح أي مشروع. وأيضا كما رأينا بالفيديو والتم عرضه، ولأنكم كما تعلمون نحن قمنا يعني إطلاق عدد من المبادرات حول كيفية التعاون في هذا الصدد، وتم اختيار مصر كأحد أو أول الدول التي نعتبرها دولة جاذبة للاستثمار. وفي عدة قطاعات مثل القطاعات الرقمية وقطاعات الموضة وقطاعات التصميمات المختلفة، وهذا يساعد طبعا في تطوير الأسواق وفي جلب العوائد الاقتصادية. وأيضا نحن هنا بآي إف سي سي نرى أن التكنولوجيا هي أحد المقومات الرئيسة لإعمال التطوير والتقدم بأي دولة. وبالنظر في طبعا المواطنون بأي دولة يساعدون بدورا قويا أيضا كجزء من النظام البيئي. أيضا كما ذكرنا أن وزارة الصحة تلعب دورا هاما بالأخص في تأكد من وجود من وجود صحة قوية للشعوب الأفريقية، وهذا من خلال استخدام وتصنيع وتوزيع المصل واللقاحات على كل الدول وكل الأفراد، كما واجهنا يعني منذ عدة دول. كانت الآي إف سي تقوم بتقديم الدعم في تطوير الاستخدامات الدوائية ومع الشركات المصرية حتى يقوموا بتصدير منتجاتهم الدوائية والمستحضرات الطبية خارج مصر. أود أيضا أن أقول أن حقوق الملكية الفكرية قد تكون هي جزء أصيل وقد تكون أحد الأصول التي يمكنك أن تقدمها في عمليات التمويل، ويتم استخدامها حتى يتم الاستفادة منها بشتى القطاعات. مثلا عندما ننظر في بعض المشروعات في سياقات أو مجالات التكنولوجيا، نحن نأخذ بعين الاعتبار قضية حماية الملكية الفكرية لأن هذا يقدم قيمة خاصة، لذلك علينا أن نقوم بحمايته لتحسين الإتاحة ووصول والاستفادة من هذه المشروعات والأفكار. شكرا جزيلا، سوف أنهي حديثي هنا. شكرا جزيلا لشمال إفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية آي إف سي. وأنتقل الآن للدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة. دكتور هشام، يعني بالتأكيد الثقافة بتلعب دور كبير ومهم جدا في تشكيل الوعي العام، يعني الدور اللي بتلعبه علشان ندعم ونحفز الصناعات الفنية والإبداعية. صباح الخير، شكرا لحضرتك وسعيد بوجودي على المنصة الكريمة. تحية لدولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء. الحقيقة إنه مصر كانت وستظل دوما تفخر بقوتها الناعمة، قوة ناعمة مؤثرة وملهمة، ليس على مستوى قطرها فقط ولكن على مستوى العربي والإفريقي أيضا. في القلب من القوى الناعمة تأتي الصناعات الثقافية والإبداعية، ومصر لها باع طويل، وإحنا يمكن شاهدنا في الفيديو في المقدمة اليوم كيف كانت مصر من أوائل الدول التي أسست لمؤسسات خاصة بالصناعات الثقافية والإبداعية منذ بدايات القرن 19. تسمحي لي حضرتك أن أنا يعني أركز على كيف
سنستفيد من هذه الاستراتيجية الجديدة في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية اللي هي وردت بالنص في خطة التنمية المستدامة كما انعكست في رؤية مصر 2030 في محورها الثقافي، على أن تكون هذه الصناعات الثقافية والإبداعية هي محور أساس لكي تكون داعمة للاقتصاد القومي. أحد الأهداف الاستراتيجية الأساسية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية الجديدة هي الحوكمة. في القلب سيكون هناك جهاز قومي حاكم للملكية الفكرية. وزارة الثقافة وحدها لديها 6 مكاتب تتعامل مع حقوق المؤلف، ما بين إعطاء تراخيص، ما بين حماية، ما بين تسجيل إلى آخره، هذا على مستوى وزارة واحدة. التنسيق مهم جداً، عملية ضبط الإجراءات والممارسات وعدم ازدواجية المعايير في التطبيقات ستكون مهمة في المرحلة القادمة، وهذا الجهاز سيكون له دور مهم جداً في ضبط هذه الإجراءات. أحد الأهداف الاستراتيجية المهمة أيضاً هي البيئة التشريعية. نحن لدينا قوانين تتعلق بالملكية الفكرية منذ قديم الأزل، حان الوقت لكي نقنن وأن نفعل. من أحد الأهداف الفرعية لهذا الهدف هو أن سنراجع كل القوانين والتشريعات القائمة بالفعل، نحاول أن أيضاً ندرس ما هي القوانين والتشريعات التي نحتاجها. وأنا في هذا الإطار أود أن أشير أيضاً إلى أن هذه الثورة الرقمية التي نتحدث عنها يومياً ستأتي يقيناً بتغييرات كبيرة جداً على مستوى الصناعات الإبداعية والثقافية. شكل المنتج الثقافي سيتغير، كيفية وآليات توزيع وتسويق ستتغير، هذا الوافد الجديد الميتافيرس ممكن أن يحدث ثورة مذهلة في كيفية التعاطي مع المنتج الثقافي. أيضاً في مستوى التعامل مع التشريعات والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، نحن في حاجة أيضاً إلى مراجعة وإلى الإسراع بتوقيع على بعض المعاهدات، خاصة منها ما يتعلق بإتاحة المحتوى والإنتاج الفكري لذوي الإعاقات البصرية في اتفاقية مراكش. النقطة الثالثة وهي لا تقل أهمية الحقيقة، هذا الزخم وهذا الإرث الفني والثقافي الذي تمتلكه مصر لابد أن يكون له عائد اقتصادي. كيف ستمكن الاستراتيجية الوطنية الجديدة من الاستغلال الأمثل لتعظيم هذا المنتج الثقافي كعائد ومورد اقتصادي من خلال استغلال الأصول، حماية حقوق المؤلفين ليس على حساب الدولة ولا المجتمع، وأركز وأؤكد على أن هذا لا يتعارض إطلاقاً مع عدالة توزيع ووصول المنتج الثقافي ومع حماية حق المجتمع في هذا الوصول. أخيراً، كل هذا لن يتم إلا بوعي ورفع الأويرنس بثقافة الملكية الفكرية. ومن هنا أؤكد على أن الدور لن يكون دوراً حكومياً فقط، هذه شراكة بين الحكومة وبين كل أفراد المجتمع في كيفية استيعاب المفهوم الخاص بالملكية الفكرية لكي ننجح معاً في الوصول إلى التطبيق الأمثل لهذه الاستراتيجية. شكراً جزيلاً. شكراً لحضرتك الدكتور هشام عزمي أمين عامل المجلس الأعلى للثقافة. وننتقل الآن إلى خبير لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية الدكتور حسن البدراوي. يعني وإحنا بنتكلم عن الملكية الفكرية عايزين نعرف من حضرتك إزاي يمكن تعظيم دور مصر لدى المنظمة العالمية، وكيف ترى المنظمة العالمية هذه الخطوة الإيجابية في مصر؟ شكراً. الحقيقة يعني في وجود مدير عام المنظمة أعتقد أن الحديث عن أوجه التعاون يعني ينبغي أن يكتسي أهمية كبرى. نحن لدينا المكتب العربي داخل المنظمة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، يوجد المكتب العربي. والحقيقة يعني أنا من خلال تعاملي الذي بدأ سنة 1992 مع المنظمة كان المكتب العربي خير داعم للدول العربية كلها. أنا شخصيا مثلا أوفدت مئات المرات، مش عايز أقول عشرات عشان يعني كتير قوي قوي في مدى 30 سنة دول، إلى الدول العربية لتدريب الكوادر هناك، ومن بينها أيضا مصر. مصر لها دور، لكن أعتقد أنه بعد إنشاء الجهاز سيتعاظم هذا الدور.
خليني بس أتكلم شوية صغيرين على الجهاز. يعني هو الجهاز ده الحقيقة إحنا حاولنا، وأنا كنت مقرر عام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وفي سنة 2001 بدأنا النقاش مع البرلمان في شأن هذا القانون، ووضعنا نص بالفعل كان موجود على إنشاء جهة موحدة تحت مسمى المجلس الأعلى، ولكن الذي حدث هو أننا استطعنا بالفعل أن نأخذ موافقة مجلس الشورى الذي كان قائماً وقتئذ بشأن هذا الجهاز، وفيما يتعلق باللجنة، لجنة التعليم والجلسة العامة، وانتقلنا إلى مجلس الشعب وحصلنا على موافقة لجنة التعليم، وانتقلنا إلى القاعة فرفض لسبب معين، وهو أننا لسنا في حاجة لأي مجالس جديدة. ولكن طبعا نحن لم نيأس، ووجدنا أن المشكلة الحقيقية هي في أن هذا الجهاز إذا أردنا أن نمره لابد أن يكون في الدستور، في الدستور لابد أن يكون كلام عن إنشاء هذا الجهاز، وبالفعل ده تم، والمادة 69 من الدستور أتت لكي تتحدث عن الجهاز بإسهاب، ووظفته بأنه جهاز يرعى ويحمي، يعني لا يرعى فقط، يرعى يعني يعمل تنسيقات ويفضل الوضع الحالي زي ما هو عليه، تسع جهات تتعامل في مجال الملكية الفكرية، وهذا أمر لا يمكن أبدا أن يكون طبيعي. كويس. طيب صار جدل حوالين، لا ده ما قالتش إن هو جهة تنفيذية النص الدستوري. الحقيقة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة حمتنا شر الجدل في هذا الموضوع، لأنها أصدرت فتوى، الحقيقة أنا بسميها فتوى تاريخية، في يوم 9 مايو الماضي تحدثت فيه عن أن هذه الجهة الكيان الموحد هذا بعد إنشاؤه هو المنوط به كجهة وحيدة التعامل في كافة مجالات الملكية الفكرية. أعود إلى التعاون في مع المنظمة، عندما تتعاون المنظمة مع جهة واحدة تمثل مصر، غير أن تتعاون مع 9 جهات تمثل مصر، فإذن فلا بد وأن يكون لهذا الجهاز مردود حقيقي على هذه العملية. ناهيك عن مسألة أخرى مهمة جدا، وهي أن وجود 9 جهات يمكن أن يؤدي إلى تضارب في بعض الاختصاصات، فالمجالات الملكية الفكرية هي مجالات متشابكة، يعني ليست مجالا واحدا، فلا بد وأن يكون هذا الجهاز موجود. الآن أنا يعني أشعر بسعادة بالغة لأننا فعلا بصدد إنشاء هذا الجهاز في ظل الفتوى التاريخية التي أتحدث عنها، التي أصدرها مجلس الدولة، وهو أن هذا الجهاز هو الجهة الوحيدة التي سوف تتعامل في مجالات الملكية الفكرية منذ إنشائه، يعني بعد إنشائه ما حدش يتكلم في هذا المجال إلا هذا الجهاز، لأن حتنتقل إليه كافة الجهات الأخرى، وطبعا هيعاد تنظيمها. يأتي هذا الجهاز تنفيذا للهدف الأول من الأهداف الاستراتيجية اللي تحدثت عنها، هم أهداف 4 على رأسها حوكمة البنية التنظيمية للملكية الفكرية. فحوكمة هذه البنية التنظيمية معناها باختصار شديد جدا هو إنشاء هذا الجهاز، والذي أتى كأول هدف فرعي لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. أعتقد أن أنا كده قد أوفيت. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك الدكتور المستشار حسن البدراوي، نائب الرئيس الأسبق لكل من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقد، والخبير لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وأخيراً وليس أخيراً أنتقل لحضرتك سيادة المستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام. لو اتكلمنا عن دور الدولة في التوعية بأهمية هذا الملف، ملف الملكية الفكرية. بسم الله الرحمن الرحيم. شكراً لحضرتك، شكراً دولة الرئيس، شكراً السادة الحضور. الحقيقة التوعية بملف الملكية الفكرية هو هدف استراتيجي رئيسي، وهو الهدف الرابع في
في هذه الاستراتيجية اللي الدولة المصرية بذلت جهد كبير جدا في إعدادها وصياغتها. منظومة الملكية الفكرية منظومة متعددة الجوانب ومتعددة الموضوعات، ومحتاجة أن الناس تبقى فاهمة يعني إيه ملكية فكرية حتى يمكن أن نستفيد من الملكية الفكرية. مصر دولة كبيرة، الطاقة البشرية فيها هائلة، معظم السكان من الشباب، ده بيخلي في احتمالية وبوتنشال عالي أن يبقى فيه ابتكارات وخدمات دايما جديدة، حتى يمكن تعظيم الجانب الاقتصادي والاستفادة من جوانب الملكية الفكرية من الناحية الاقتصادية ومن الناحية المجتمعية. يجب أن يكون هناك وعي عام. هذا الوعي العام الحقيقة ممكن أن يشكل عن طريق ملفين رئيسيين. الملف الأولاني ملف التعليم، لأن احنا دولة شابة ومعظم السكان عندنا من الشباب، يجب أن احنا نركز على مناهج التعليم ما قبل الجامعي، ونبسط لطلابنا وتلامذتنا هذه المفاهيم ونشجعهم، ونبقى عارفين ونعرفهم أن تسجيل حقوق الملكية الفكرية هيعود عليهم وعلى بلدهم بالنفع. مستوى آخر من مستويات التعليم اللي احنا لازم نركز عليها لرفع الوعي العام، المرحلة ما بعد التعليم الجامعي ومراكز الابتكار. لازم يبقى في حوكمة وتأسيس وستركتشر جيد يمكن من خلال الجامعات ان هي تتلقى هذه المبتكرات وتشجع الناس والمخترعين والمبتكرين على انهم يستفيدوا منها. هذا مستوى اول من مستويات الوعي. المستوى الاخر اللي احنا لازم نركز عليه الاعلام. يجب ان نركز على الرسالة الاعلامية المتناسبة مع مستويات الجمهور المتلقي، بمعنى يجب ان تكون هناك رسالة اعلامية موجهة لمنتجي وصناع محتوى الملكية الفكرية، دول هنكلمهم بطريقة. ويجب أن يكون هناك أيضا رسالة إعلامية موجهة للجمهور المستهلكين. هذه الرسالة الإعلامية يجب أن تركز على أن هناك مصلحة أكيدة وكبيرة من احترام وتفعيل حقوق الملكية الفكرية. أيضا الجمهور يجب أن يعلم أن احترام حقوق الملكية الفكرية يتفق مع الأخلاق ويتفق مع الشخصية المصرية، وأيضا هيخليك تحصل على منتج له جودة أعلى. يعني إحنا لو كلنا احترمنا حقوق الملكية الفكرية ممكن سعر المنتج يقل، وفي نفس الوقت جودته ممكن تزيد. الحقيقة الجهد اللي بذل في الاستراتيجية جهد كبير جدا ومتعدد، كان يعني تنسيقات عديدة جدا، جهات كثيرة جدا موجودة على طاولة البحث والدراسة. وأنا يعني بأضم رأيي لرأي المستشار الدكتور حسن أنني في منتهى السعادة بإصدار هذه الاستراتيجية، وإن شاء الله يبقى ليها مردود اقتصادي واجتماعي كبير علينا إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا للمستشار محمود فوزي أمين عام المجلس الأعلى للإعلام. بالتأكيد كلنا بنشعر بمثل هذا الفخر لإطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لكل السادة المتحدثين معنا في هذه الجلسة النقاشية. شكرا دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. شكرا للشيخ عمر سيلة المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية IFC، وشكرا دكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور المستشار حسن البدراوي الخبير لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمستشار محمود فوزي أمين عام المجلس الأعلى للإعلام.